بعد عامين على اتفاق المصالح الذي اجبر سكان ريف حمص الشمالي على توقيعهم عن نظام ليامنوا وقف القصف وفك الحصار عن المنطقه بعدما ادى القصف بالمدفعيه والطيران الحربي الى تعرض كثير من المنازل والمنشات لدمار كلي او جزئي مئة ألف شخص يعيشون دون أدنى مقومات الحياة فلا كهرباء أو مياه صالحة للشرب وكذلك المحروقات في حين يشتكي الأهالي من ارتفاع الأسعار في المنطقة خاصة أسعار المواد الأساسية كالخبز والخضروات والحاجات اليومية الضرورية مع انتشار فيروس كورونا في ظل غياب الرعايه الصحيه عن ريف حمص الشمالي الذي دمرت فيه المشافي اثر قصف النظام او حولها الاخير لثكنات عسكريه يضطر السكان للتوجه الى داخل مدينه حمص لتلقي العلاج وتقتصر الطبابه في المنطقه على نقاط طبيه متفرقه فيها طبيب وعدد من الممرضين فقط خمسة طلاب ومعلموهم في مدرسة الفراهيدي في تلبيسة أصيبوا بفيروس كورونا منذ أيام مما يجعل الوضع متأزما أكثر في حين أن الحذر من الفيروس واتباع الإجراءات الخاصة بالحماية منه كالحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي واستخدام المعقمات ترف لا يقدر عليه أبناء رفح حمص الشمالي الذين وعدهم النظام وروج إعلامه إلى أنهم سيعيشون نعيم المصالحة معه الفلاحون ليسوا افضل حالا فهم ايضا ينهب محصولهم كما نقلت عن احدهم صحيفه عن البلد المحليه ما يجعل الحياه هناك اشبه باختبار يومي للقدره على الاستمرار